استبدال الاسطوانة الرئيسية لنظام الفرامل. سوف نناقش هنا كيفية فك وتنسيم وإعادة تركيب الاسطوانة الرئيسية لنظام الفرامل والمعروفة بترمبة الفرامل. يندفع زيت الفرامل من ترمبة الفرامل عبر الخطوط الهيدروليكية بفعل الضغط المتولد من الاسطوانة الرئيسية عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل. ومن أهم علامات تلف ترمبة الفرامل اثنتان: انخفاض دواسة الفرامل للأرضية ببطء عند الضغط عليها، تهريب الزيت من طرف الترمبة حول ذراع الدفع. سوف يتسبب تهريب الزيت من ترمبة الفرامل في تسرب الهواء إلى النظام الهيدروليكي، مما يؤدي إلى تلف كامل للفرامل. وقد يتسرب زيت الفرامل إلى معزز الفرامل الآلية الباكوم فيتلفه. يجب فك واستبدال ترمبة الفرامل إذا حدث تهريب زيت أو إذا لم تثبت دواسة الفرامل في مكانها لمدة 30 ثانية بدون أن تنزل إلى أسفل. للقيام بفك ترمبة الفرامل نفتح غطاء المحرك، نحدد مكان ترمبة ونضع غطاء رفرف على جانب السيارة حيث تقع الترمبة، وذلك من أجل المحافظة على طلاء السيارة. إذا كانت السيارة التي لدينا مجهزة بباكوم الفرامل فلا يجب علينا فصل قضيب الدفع من دواسة الفرامل. نفك الخطوط الهيدروليكية بالمفتاح الخاص بها، لا تستعمل مفتاح صواميل. ننزع الخطوط الهيدروليكية عن ترمبة الفرامل. يجب الاحتراس من سكب زيت الفرامل على جسم السيارة أو الشاسيه حتى لا يتسبب في إزالة الطلاء. نضع حوض معدني تحت الترمبة أو نستعمل فوطة لامتصاص زيت الفرامل. نفك مسامير تثبيت الترمبة ونأخذها إلى طاولة العمل. الترمبة الغير صالحة تستبدل بأخرى جديدة. إن وجود الهواء في النظام الهيدروليكي سيمنع الفرامل من أن تعمل بطريقة سليمة، وإذا ما تم تركيب الترمبة فإنه من الصعب إخراج الهواء من نظام الفرامل، لذلك يجب إخراج الهواء قبل تركيبها. يسمى الإجراء المتبع في طرد الهواء من النظام الهيدروليكي التنسيم. هذا ويجب ارتداء النظارات الواقية عند القيام بعملية التنسيم. نطبق فكي الملزمة على سطح التثبيت في ترمبة الفرامل. لا يجب ضغط فكي الملزمة على الترمبة ومنطقة المكبس البستم. نأخذ ليات تنسيم المخصصة لهذا العمل، فهي مشابهة لمجموعة ليات التنسيم التي استعملناها لتنسيم ترمبة الكلتش. نوصل ليات تنسيم بفتحات الترمبة ونربطها جيدا. ندخل أطراف ليات التنسيم إلى داخل خزان الزيت بحيث تكون تلك الأطراف تحت مستوى الزيت. نملأ خزان الترمبة بالسائل. باستعمال مفك أو ذراع الدفع ندفع المكبس البستم إلى الداخل ثم نتركه. ندع المكبس البستم يتحرك للخارج ونضغط المكبس مرة أخرى للداخل ونكرر الإجراء المذكور عدة مرات. عندما يدفع المكبس البستم في الأسطوانة بشكل كامل ستندفع فقاعات هواء خلال الترمبة ويمكن مشاهدتها داخل خزان الزيت. نكرر هذا الإجراء حتى تختفي فقاعات الهواء. يجب أن يكون الخزان مليئا بالزيت أثناء عملية التنسيم، فإذا انخفض مستوى الزيت عن مستوى أطراف ليات التنسيم فإن الهواء سيدخل إلى الترمبة، لذلك يجب التأكد من بقاء تلك الأطراف تحت مستوى الزيت. عند الانتهاء من إجراءات التنسيم نرفع أطراف ليات التنسيم من الترمبة، ثم نضع أغطية مطاطية على فتحات الأسطوانة لمنع تسرب الزيت ودخول الهواء إليها. نستبدل الفلتر في علبة الفرامل ونملأ العلبة بسائل الفرامل إلى المستوى العادي. يعاد وضع الغطاء على علبة الفرامل ويتم التأكد من تثبيته بإحكام.
نرفع طرمبة الفرامل من الملزمة ونأخذها للسيارة. نضع طرمبة الفرامل الجديدة في مكانها بحرص. نقوم الآن بتركيب مسامير التثبيت ونتأكد من وضع ذراع الفرامل في الباكوم. نشد المسامير. نعيد ربط الموصل الكهربائي. نركب الخطوط الهيدروليكية على طرمبة الفرامل باليد. يجب التأكد أن تسنينات الليات قد شبكت بشكل صحيح وأنه يمكن تدويرها باليد. بعد ذلك نشدها باستعمال مفتاح الفرامل. نضغط على دواسة الفرامل ونتأكد من شدتها، وإذا لم تكن كذلك فهذا يعني أن الهواء قد دخل إلى النظام الهيدروليكي. عندها يجب تنسيم الفرامل عند العجلات. نفحص مستوى الزيت في علبة الفرامل ونملأها للمستوى المطلوب إذا لزم الأمر. نضع كل الأدوات في مكانها وننظف منطقة العمل ونتأكد من إزالة آثار الزيت المنسكب بإحدى الفوط.